اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، بتشرف بوجود حضرتك معانا. سيف ازيك؟ وحشني. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. عايش. حضرتك ايه؟ ربنا يخليك. كله كويس. كله كويس زي الفل. انت اكتر واحد ممكن اساله السؤال ده واكتر واحد ممكن يرد عليا، لان انت عشت ولعبت وتالقت ومثلتنا وشرفتنا وكنت سفير لينا بره. انت راضي عن سياسه اداره الكره المصريه؟ بالتاكيد طبعا. لا اكيد لا، ومش حكايه راضي، انا حزين للحقيقه، ومش من دلوقتي بس، الحقيقه بقى لنا فترات طويله جدا جدا للاسف الكره المصريه من سيء الى أسوأ. معلش محدش يزعل مني من الكلام ده، لان الحقيقه ان احنا يعني كمان مش واقفين مكاننا، احنا كمان بنرجع لورا. الحقيقه في ناس كتيره جدا جدا وبلاد كتيره جدا جدا بتسبقنا، رغم ان احنا عندنا امكانيات كبيره جدا. يعني انت ممكن تتعطل شويه لو ما عندكش امكانيات، عندك ظروف، عندك مشاكل، لكن الحقيقه انت عندك كل حاجه متاحه، ولكن تحس ان الناس مش عايزه تشتغل. عندنا مشكله ان الناس ما بتحبش تشتغل او مش عايزه تشتغل للكوره. كل اللي فات، السنين اللي فاتت، الحقيقه كلنا مع كل مطب بنخش فيه، مع كل ازمه بنخش فيها، بنطلع وبنتكلم، يا جماعه احنا عايزين بلان، عايزين بروجكت، عايزين مشروع. الحقيقه بتاخد مننا 5 6 ايام وبعدين الناس كلها بتنسى وبتخش على قضايا تانية خالص ملهاش كمان دعوه بصلب الموضوع، انك تطور الكره المصريه بشكل جيد. فكل ده بياخدنا الحقيقه لعدم احترافيه في كل شيء، عدم احترافيه في احترام المنتج اللي انت بتشتغل فيه. كلنا عارفين والكلام ده مكرر كتير، الكرة بقت بيزنس والكرة بقت صناعة. طيب فين الكلام ده؟ انت لو عندك فعلا اهتمام بملف كرة القدم هيكون شغلك مختلف تماما. لو عارف قد ايه كرة القدم دي بتوصل بلاد لي على مستوى كبير جدا جدا على مستوى العالم، ومدى الاهتمام العالمي بكرة القدم، هتشتغل افضل من كده. لو انت بتشتغل بشكل علمي، لان ده لازم غصب عننا العلم دخل في الكوره. يعني انا مش عايز اجيب، انا اشتغلت في اتحاد الكوره كتير جدا، يعني للاسف، يعني للاسف بقول ان في ناس كتيره جدا ما بتشتغلش كوره، بتشتغل اي حاجه تانية غير الكوره. البلانج مش محطوط، مش عارف هتعمل ايه بكره، مش عارف هتعمل ايه السنه اللي جايه، مش عارف هتعمل ايه الشهر اللي جاي. وده الحقيقه مش موجود في يعني مش موجود في اتحادات كتيره في العالم، مش هتكلم على المانيا ولا انجلترا ولا على البلاد اللي حوالينا. يعني في 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 حاجه تخش اتحاد الكوره، انتوا عندكم منتخب 2007 ده، طب او 2008 او 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 ايه البلان بتاعه بتاع السنه الجايه، مش بكره، ولا انت بتدور على الاسبوع اللي جاي. فلازم يكون موجود الكلام ده ومحطوط. رؤيتك ايه للدوري السنه اللي كمان 3 سنين؟ ازاي هتطور الدوري كمان 5 سنين؟ تشتغل على اللونج تيرم بلان. احنا للاسف احنا بنبص تحت رجلينا دايما، ودايما عندنا مشاكلنا اللي بنغرق نفسنا فيها، وكلها مشاكل بعيده عن تطوير الكره المصريه، مشاكل كلها على السوشيال ميديا وبنتكلم فيها كتير جدا، والامور اللي للاسف بتتنسي.